أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يلتقي باللجنة الاستشارية بالمحافظة ويناقش معها مشروع تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام في اليمن. نادي الخريجين ينظم ورشة عمل الخريجين ومتطلبات سوق العمل بالمكلا. اللجنة الفنية لكأس حضرموت تحدد موعد انطلاق مباريات دوري النصف النهائي وتقر جملة من القرارات والعقوبات للمخالفين. أهلا بكم. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أعضاء اللجنة الاستشارية بالمحافظة لاستعراض أعمال اللجنة للعام المنصرم، وناقش اللقاء أنشطة وبرامج مشروع تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام في اليمن الذي تنفذه منظمة بيرجهوف الألمانية وشريكها المحلي منتدى التنمية السياسية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ. وتدخلات الوكالة الألمانية في المشاريع المتعثرة في المديريات وإمكانية حلها واستكمالها. وأشاد المحافظ بجهود اللجنة في متابعة المشاريع وتقديم حلول ومقترحات ومساعدة السلطة المحلية بالمحافظة في إنجاز وإنجاح المشاريع الخدمية والتنموية في المجالات المختلفة وبناء قدرات طواقم السلطة المحلية على مستوى المديريات. وجرى عقب ذلك استعراض تقرير أعمال اللجنة للعام المنصرم من قبل رئيس اللجنة الأستاذ محمد الحامد، وتم عرض نشاط الوكالة الألمانية GIZ للمشاريع الممولة من قبلهم للمحافظة. كما استعرض منسق المحافظة لمشروع تعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن المهندس أحمد بشرحيل أعمال وبرامج اللجنة خلال العام الحالي. واختتم اللقاء بفتح باب النقاش لأعضاء اللجنة الاستشارية بالمحافظة لإبداء آرائها وملاحظاتها حول أعمال اللجنة ورؤيتها وتطلعاتها المستقبلية. نظم نادي الخريجين ورشة عمل خاصة بالخريجين ومتطلبات سوق العمل بالمكلا برعاية من محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني والمهندس عبد الله أحمد بقشان. وفي مستهل الورشة أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي أهمية تنفيذ هذه الورشة لوضع الرؤية الواضحة وتحديد احتياجات سوق العمل وإيجاد برامج تدريبية تسهم في تحسين متطلبات سوق العمل، حاثا قيادة النادي على تعزيز وتطوير وتنمية قدرات الخريجين، مؤكدا أن السلطة المحلية بالمحافظة قد وضعت أولويات المرحلة القادمة في العمل على تدريب وتأهيل كوادر الدولة. بدوره استعرض رئيس نادي الخريجين سعيد باريان أهداف النادي الذي يعمل وفق احتياجات خريجين الجامعات والمعاهد، وحصر بيانات خريجي حضرموت لصقل مهاراتهم وخبراتهم. وناقشت الورشة التي شارك فيها 60 خريجا وخريجة من جامعات اليمن والخارج مدى تجاوز برامج التعليم الفني والتدريب المهني والجامعي مع متطلبات التنمية وسوق العمل وملائمة مخرجات التعليم الجامعي لسوق العمل في حضرموت ودور صندوق تنمية المهارات في تأهيل الخريجين لسوق العمل والمهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل وكذا تحديات مرحلة ما بعد التخرج. في إطار جولته الاستطلاعية الميدانية لسير العملية التربوية والتعليمية لمديريات الساحل، قام وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون بزيارة إلى مديرية دوعن، التقى خلالها بمدير عام المديرية سالم بانخر. وخلال الزيارة تفقد الوكيل عبدون مجمع السيدة خديجة للبنات بمنطقة الجحي للإطلاع على الجوانب الفنية وما أنجز من مقررات دراسية ضمن خطة التقويم. كما تم الاطلاع على المساحة التي ستخصص لبناء إحدى الروضتين بالمديرية
إلى ذلك قام الوكيل عبدون بزيارة تفقدية لمديرية الضلاعة، وأشاد بجهود قيادة السلطة المحلية بالمديرية وإدارة التربية والتعليم في التعاون الدائم لإنجاح استقرار السير العملية التربوية والتعليمية، مؤكدا حرص قيادة مكتب الوزارة على المتابعة المستمرة وتوفير كل مقومات نجاح الاستقرار في كافة المديريات لإيصال واتساع رقعة التعليم في كل ربوع المحافظة. ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر عصابات تمتهن التسول في المساجد والأسواق العامة. وذكر مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمركزي المدينة والمنصورة قامت بمتابعة العصابة وضبطهم في فندقين يقيمون فيهما، موضحا أن العصابة تتكون من 14 رجل و16 طفل وطفلة، وتم ضبطهم وبحوزتهم ما يقارب 250 ألف ريال يمني وعدد من الهواتف النقالة. هذا وأكد المصدر أن التحقيقات مع المضبوطين أثبتت استغلال العصابة للأطفال، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالهما. التقى مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم بمدير عام مديرية تريم المحامي خالد هويدي لتبادل الخبرات بين الجانبين. وخلال اللقاء أثنى المهندس غانم على جهود مدير عام تريم الحثيثة في الدفع بعجلة التنمية في المديرية وتفعيل دور المكتب في المديرية، وتبادل الطرفان الخبرات لتحسين خدمات قطاع المياه والصرف الصحي. وقدم مدير عام تريم لمدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي درع شكر وتقدير من السلطة المحلية بتريم نظير جهوده الحثيثة التي ساهمت بتسهيل تمويل ربط مواقع المتضررين من كارثة السيول لعام 2008 للميلاد. التقى مدير عام مديرية حجر المحامي أنور الشادلي بإدارة مدرسة البيت بمنطقة محمدة لمناقشة الوضع التعليمي بالمنطقة. وخلال اللقاء أوضحت إدارة المدرسة أبرز الصعوبات التي تواجه السير العملية التعليمية بالمدرسة. بدوره كلف مدير عام حجر الفريق الهندسي بإعداد دراسة لإثنى عشر صف دراسي وملحقاتها بمدرسة الفقيد البيتي للحد من تخفيف الكثافة العددية وازدحام الصفوف بالطلاب. وفي سياق منفصل استمع مدير عام حجر من اللجنة الأهلية بمنطقة محمدة إلى جملة المشاريع واحتياج المنطقة في الجوانب التعليمية والصحية والزراعية ومشاريع الماء والكهرباء. كما تفقد مدير عام حجر الوحدة الصحية بغيضة بام ساطر مطلعا على الأعمال المتعثرة فيها ومشددا على استكمالها وإنجاز ما تبقى. وفتح الوحدة الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لمواطني القرية. وفي سياق آخر حضر مدير عام مديرية حجر المحامي أنور الشادلي ومعه مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبد الله باهندي ختام الدورة التوعوية في التثقيف الصحي C4D الممول من منظمة الطفولة اليونيسف، حيث نفذ مركز التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة العامة بالمحافظة برنامج التواصل من أجل التنمية في مديرية الموكلة والغيل والشحر وديس الشرقية ومديرية حجر. واستهدف البرنامج 58 متدرب ومتدربة من مديرية حجر، وتم تجهيزهم للعمل الميداني على موضوعات توعوية بالقطاع النسوي وشريحات الأطفال ومنها سوء التغذية والتحصين والصحة الإنجابية للحوامل والولادة ومضاعفاتها. وفي الحفل الختامي أكد مدير البرنامج الدكتور خالد الكلدي على أهمية التوعية الصحية في الأرياف والأثر الإيجابي المترتب عليها مستقبلا. بدوره أبدى مدير عام مديرية حجر استعداد السلطة المحلية الدائم على تذليل كافة الصعاب والعقبات والتعاون مع جميع المنظمات المدنية لتنفيذ كافة برامجها. نظم فريق سفيرات الأمل التطوعي بوادي حضرموت بشراكة مع مدرسة الضيال المكفوفين بسيئون حفل تسليم المكتبة الصوتية لمدرسة الضيال المكفوفين تحت شعار نعينهم بأعيننا.
واحتوت المكتبة الصوتية على 2000 عنوان من الكتب الإسلامية وتعليم الأطفال والتنمية البشرية واللغة العربية والعلوم المختلفة واستراحات متنوعة وأناشيد وغيرها من الكتب المنوعة. وتهدف المكتبة الناطقة إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب المكفوفين العلمية والثقافية والاجتماعية. وشهد الحفل عدد من الفقرات الإنشادية والشعرية قدمها طلاب وطالبات مدرسة الضياء للمكفوفين، وتقديم عرض حول مشروع المكتبة الناطقة ومحتوياتها عبر جهاز البروجكتر نال استحسان الحاضرين. رياضيا، أصدرت لجنة كأس حضرموت تعميما رقم 3 للعام الجاري بشأن انطلاق مباريات دور النصف النهائي لكأس حضرموت 6 في 1 فبراير بمدينة سيئون. وأوضحت لجنة كأس حضرموت في تعميمها أن يوم الجمعة المقبلة ستكون المواجهة بين ناديي اتحاد سيئون والتضامن، ويوم السبت المقبل سيتواجه ناديي شباب القطن وسمعون. فيما أصدرت اللجنة تعميما رقم 4 بشأن قرارات اللجنة الفنية لكأس حضرموت 6، ونصت القرارات بخسارة شباب روكو ب3 أهداف مقابل لا شيء، وفرض 50,000 غرامة مالية لامتناعه عن تكملة مباراته أمام اتحاد سيئون، وإيقاف مدرب شباب روكو لمدة عام لمزاولة مهمة التدريب، بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 30,000 لما بدر منه من سلوك منافيا للأخلاق والروح الرياضية اتجاه الحكام والإداريين، وإيقاف حارس مرمى شباب روكب لمدة 6 أشهر لما بدر منه من سلوك غير رياضي في مباراتهم مع اتحاد سيئون، إلى جانب اعتماد نتيجة مباراة أهلي الغيل مع شباب القطن بفوز شباب القطن نظرا لعدم صحة الاحتجاج المقدم من نادي الأهلي على أحد لاعبي القطن كون اللاعب مسجل في الكشف العام لنادي شباب القطن وسبق وإن شارك مع النادي. في هذا الخبر الرياضي نذكر المشاهدين الكرام بأبرز ما جاء من أنباء. محافظ حضرموت يلتقي باللجنة الاستشارية بالمحافظة ويناقش معها مشروع تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام في اليمن. نادي الخريجين ينظم ورشة عمل الخريجين ومتطلبات سوق العمل بالمكلا. اللجنة الفنية لكأس حضرموت تحدد موعد انطلاق مباريات دور النصف النهائي وتقر جملة من القرارات والعقوبات للمخالفين. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.